المطار والاستقبال، انتوا بقالكوش 24 ساعه، انتوا وصلتوا امبارح وكنتوا جايين بقى مرهقين وفرحانين، بس كان في مفاجاه. هو يعني اصلا من اول ما نزلنا من الطياره خدونا على باص كده في اي بي، ورحنا قعدنا في حته في اي بي، وجم ناس من اللجنه الاولمبيه والوزاره سلموا علينا وادونا ورد وحاجات، وخرجنا بره لقينا مع يعني الفريق كله، يعني من النادي من المنتخب من كل حته جايين بلالين بقى وتشجيع. كان في احتفال شعبي انساني بخلاف الاستقبال الرسمي. هو يعني انا ما كنت مش متوقعه كل الناس دي بس، وبعدين كمان كان في بص عليه صورنا، وكان في يعني ده ما كنتش يعني كنا مش مصدقين يعني. انت خدتيها قبل كده؟ كان بس المره دي كانت مختلفه يعني. الفرحه كانت كبيره، انتوا كبرتوها ببعض. وانت بقى يا سيف؟ انا والله كنت حاسس نفسي ان انا النادي الاهلي، يعني انا كنت حاسس نفسي ان انا والله كنت حاسس نفسي الحمد لله رب العالمين. شوف البلاغه في التعبير، في بلاغه في التعبير. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني ببطولات كتير كانت مهمه، بطلع من المطار بيبقى يعني اهلي مستنيني، بروح مع اهلي في العربيه واروح وخلاص تمام. المره دي انا حاسس فعلا ان لا يعني حسيت ان الناس كانت فعلا فرحانه من قلبها، الناس كانت محتاجه تفرح وما صدقت ان في حاجه حصلت. فكانوا في المطار تحس ان لا الناس كلها كسبانه، الناس فعلا اكن في فريق منتخب مصر مثلا للكوره، هو ده اللي بيحصل فعلا في الكوره. انا شفته دلوقتي في لعبه فرديه، فانا اول مره اشوف ده في حياتي. كنت يعني ده صح، وهو ده اللي المفروض يبقى موجود طول الوقت، الاحتفال بالناس الحقيقيه والابطال الحقيقيين في كل المجالات، ما يبقاش حد بعيد عن الاضواء لسبب انه لعبته مش جماهيريه مثلا، سنه صغير. يعني فكره المساواه في الاحتفاء بالبطوله قاعده انتوا ارسيتوها، او لعبه التايكوندو ارسيتها النهارده. الحمد لله. ما كانش وصول هداية وسيف سهل أبدا للمباراتين الحاسمتين اللي هم وصلوا لها، لأنه من قبل انعقاد الأولمبياد كان في مشاكل صحية اجتماعية كادت أن تنسف حلم البطولة بالنسبة لكل واحد فيهم. إصابات صعبة يمكن حتى الأطباء ما تخيلوش أن هم يقدروا يجتازوها، صراع نفسي واجتماعي يمكن يكون سبب أن هم يعيدوا حساباتهم أو يشوفوا أنه حصلهم على أي ميدالية أمل بعيد المنال. هداية، أنت كان نصيبك من الإشارات السلبية كتير قوي طول السنين اللي فاتت. يعني من ساعة أولمبياد ريو وأنا كنت عايزة أغير الوزن اللي أنا فيه، لأن كنت بلعب في وزن يعني بالنسبة لي كان صعب أن أنا أجيب الوزن ده، كنت بخست جامد قوي فيه عشان أجيب الميزان اللي هو وزن 57. 57. فانا بعديها قررت قلت عايز العب الوزن اللي فوقيه 10 كيلو 67، بس كذا حد كان بيقول لي لا 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 ده كتير، وليه تسيبي الميزان بتاعك، انت رقم 3 في الميزان، رقم 3 على العالم، يعني انت هتنزلي تلعبي ناس مش قويه في اي بطوله، يعني اي بطوله مهمه زي بطوله عالم او اولمبيكس انت هتبقي توب، يعني انت من التوب 3 على العالم، ايه اللي يخليكي تنزلي في وزن انت ما عندكيش رانكينج فيه، ما عندكيش نقط فيه. فقلت طب خلاص هجرب سنه كمان، يعني قعدت سنه 2017 كلها بحاول العب تاني تحت وزن 57 وبخسس جامد قوي، يعني حتى كنت وصلت ل 70 كيلو ونزلت لعبت 57 تاني عشان قلت هحاول اجرب واحاول واجرب، هتبقى اخر محاوله يمكن اجرب 57. فجربت العب بقى 57، كانت دي كانت اخر بطوله ليا، كانت في بطوله عالم. ما حسيتش انك مرتاحه ابدا في اللعب؟ انا حسيت ان هو لا انا كده انا بعذب نفسي، يعني انا مش بانجوي اللعبه بتاعتي، انا يعني ليه بعذب نفسي كده؟ فقلت لا خلاص انا هغير الوزن واشوف، يمكن تيجي يمكن ما تجيش، يعني يمكن ابقى كويسه في الميزان ده ويمكن لا. بس يعني في غيرهم بقى كانوا بيقولوا لي لا انت تقدري تكسبي اي حد في اي ميزان. فمبدئيا انت قلقانه ان يكون اختيارك خاطئ وتخذلي نفسك قدام اللي ما كانوش موافقين. بالظبط. يعني غير كده يعني بس في ناس ما زالت كانت مؤمنه بيا ان انا ممكن اكسب اي حد في اي ميزان، وانا مع ان انا ما كنتش عندي الثقه دي قوي كده. جوزك منهم؟ طبعا يعني جوزي واخويا والمدرب بتاعي في النادي فيعني كابتن وائل برضه في النادي. طبعا. بس فكان هم بيقولوا لي انت تكسبي، فانا قلت هحاول اجرب. فبدا المشوار بدا ما كانش سهل، يعني انا كنت بنزل مش بكسب من الاول خالص، يعني كنت يعني لسه اصلا يعني بدنيا ما كنتش قويه زي بقيه الناس اللي معايا في الميزان، هم كانوا اقوى مني اطول مني انا طبعا كنت جايه من وزن قصيره شويه على الميزان مش قويه زيهم طبعا. ازاي
ايه انت طولك قد ايه؟ لا مش قصيره يعني، هم اطول مني، هم 180 انا 175 يعني. انت 175 سيف انت 190. اه 196. 196 ما شاء الله. اه فانت يعني يعني اكيد انتوا من الطوال يعني. آه بس في الميزان ده مش قوي. مش قوي يعني، بيبقى في ميزاني طولي وفي اطول مني كمان. اه الروسي اطول منك. لا الروسي طولي بس انا ممكن يعني في قصه، اللي الولد اللي انا اصلا اكسبته في تصفيات الاولمبيات الافريقي يعني في تصفيات الاولمبيات الافريقيه، ولد تونسي، هو ده اللي انا بسبب الماتش ده اتاهلت الاولمبيكس اصلا، هو ده طوله 205. اوه اه يعني هي القصه التصفيات برده كانت صعبه شويه، لان انا يعني تصفيات الاولمبيات كانت بعد اصابه بالرباط الصليبي، فكان قصه الولد ده يمكن قعدت اتمرن فتره طويله يمكن 3 4 شهور مجرد على الماتش ده بس. انت إيه اصابتك الرباط الصليبي من التدريبات ولا ايه؟ انا كنت في بطوله جائزه كبرى في انجلترا، كنت بلعب دوري قبل النهائي مع لاعب انجلترا في انجلترا، وكنت كسبان الماتش 9-1، وبعد كده اتخبطت خبطه وقعت على الارض ما كنتش قادر شويه، قمت تاني وحاولت ان انا اكمل ما قدرتش. ساعتها المدرب بتاعي يمكن كان يعني حاسس ان انا كنت المفروض اكمل، وهو حاسس ان هو كان نفسه ان انا اجي اوصل للنهايه واجيب دهب، بس هو حاسس ان الخبطه مش قد كده. روحت مصر عملت اكس راي وام ار اي وكل حاجه، طلع عندي رباط صليبي. الفتره دي اصلا المفروض ان انا كنت رقم 4 على العالم واول 6 على العالم بيتاهلوا الاولمبيكس على طول من غير ما يصفوا اي حاجه، دول التوب 6 بيتاهلوا الاولمبيكس على طول، كنت انا رقم 4. طبعا بعد العمليه نزلت بقيت رقم 12. ناس ثانيه طلعت بس ما بتشاركش. في الوقت ده عملت تاهيل للرباط الصليبي، تاهيل عاده بياخد يعني 7 8 شهور في الوقت ده. الحمد لله انا كنت بعمل تاهيل مع يعني انا عايز اذكر اسمه لان هو الراجل ده تعب معايا جدا، كابتن علاء رجب. الراجل ده كان بيتمرن معايا. كابتن علاء رجب تحيه كبيره له. يعني هو كان حاسس باهميه الوضع اللي انا فيه، ان انا عايز ارجع في اسرع وقت عشان ارجع للاولمبيكس. يعني انت كان طلبك مش منطقي بعد اصابه الرباط الصليبي، مش منطقي ان انت هو في ناس خلاص انت كده غالبا انت مش هتتقال من الرانكينج، وممكن ما تلحقش تصفيات الاولمبيات اصلا بتاعت القاره بتاعت افريقيا.